الامور شلونك؟ عيوني قلبي الله يخليك الله يسلمك. نسولف على السمس والله، شنو وضعك بهاي الايام؟ والله وضع هي خربانه. هي خربانه؟ خربانه. بالبدايه بديت ليها خربانه. هي خربانه مو قصه هاي، او العلف كان نازل. زين. والموسم مات التكاثر، قالوا التكاثر خلص، التكاثر مات هسه صعده والعلف. التكاثر مات يا موسم؟ التكاثر الرابع. والثاني والثالث. هسه صعد. صعد العلف؟ العلف مصعديه هسه، هسه شوية نزل، العلف نزل شوية نزل. والله كل هسه صار 7:30، كان بتسعة، 9:30، 10:30، هسه 7:30 صار. 7:30؟ نعم. ليش جاي تجيب يعني؟ 7:30. اي قاعد اجيبه بستة. زين ليش الايام وصل بعشرة؟ صعب، ليش قاعد اقول لك انا؟ هسه شوية نزل وبعد ينزل بعد. كم نوع عندك هسه نابل حق؟ بس كاريبي. الله. وعندي مال البصرة. بياح. ذاك شنو ذاك؟ هذا بياح. اسمه؟ بياح. بياح؟ بياح. وذاك؟ مال البصره. هذا عندك دعيتشي صحوله. دعيتشي؟ دعيتشي، ما شط هذا مالك. ما شط؟ ما شط. ليش ذاك؟ ذاك بثلاثة بكيلو. كيلو؟ ايوه، مال البصره بسبعه بستة. ما ما يشوي. عادي هاك يشوي عادي. يتحمل شوي؟ يتحمل عادي. والله هذا بيه سكر، من سكر ما بيه دهن داخل. زين. ناشف داخل. ايش صار لك هنا بهاي المنطقة وتو؟ أنا من قالب، أنا ولادتي هنا وأهلي هنا. بالعلاوي؟ إي قدموا احنا. من زمان؟ الحمد لله. وبالسمك ايش صار لك؟ بالسمك صار لي 17 سنة. 17 سنة؟ نعم. صرت زين هنا الحركة؟ هسه لا والله. ايش صار لك؟ أربع أيام والله. أربع أيام؟ تعبان الحين. كيف الوضع؟ الوضع الجاي مخربطة. إي كان سوق خير من الله. يشتغل اعتيادي. زين. حتى لو صار اثر على دخل المواطن لو شلون الحركه قلت الحركه ماكو تزيين رحمه من الله سكو عالم هاي تعال الظهر ولا بشر الصبح ولا بشر طبعا مو على الحاره لا العالم خايفه عمي والله الخضره قريبه علينا والله الله موجود شو تسوي الناس من هذا الموضوع خايفين والله شو تسوي هاي العالم